السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، فوق كل أرض وتحت كل سماء، حياكم الرحمن جميعا. سنتحدث اليوم عن كتابة الألف المقصورة في مادة اللغة العربية مشترك. بسم الله نبدأ معا. كتابة الألف المقصورة. أول خطوة لكتابة الألف المقصورة هي معرفة صور هذه الألف، ثم معرفة القواعد المتعلقة بها. الألف المقصورة يا شباب هي التي تكتب بإحدى الصورتين، إما القائمة بهذه الصورة أو الياء الغير منقوطة بهذه الصورة. ثانياً، الألف القائمة دائماً منقلبة عن واو، بينما الألف على صورة الياء الغير منقوطة دائماً منقلبة عن ياء. إذن صار عندنا فكرتين لازم نفهمهم من بداية الدرس، إنه الألف المقصورة في إلها صورتين. الصورة الأولى هي الألف القائمة بهذا الشكل، أو الياء، صورة الياء الغير منقوطة بهذه الصورة. ثانياً، الألف القائمة دائماً منقلبة عن واو. الألف القائمة دائماً منقلبة عن واو، بينما الألف المقصورة على صورة ياء غير منقوطة دائماً منقلبة عن ياء. نبدأ بقواعد الألف المقصورة. القاعدة الأولى بتحكي لنا إذا كان الألف الاسم أو الفعل انتهى بألف قائمة. نبدأ بالسؤال الأول. السؤال البزاري الأول بيحكي لنا علل سبب كتابة الألف المقصورة بالصورة التي رسمت عليها. سؤال مهم جدا. الإجابة يا شباب، بدي أعطيك أربع صيغ، بدك تحفظ لي الأربع صيغ للإجابة. الصيغة الأولى، ركز معي شو بدك تحفظ، فعل ثلاثي، ناخذ فعل أو اسم. بدنا نميز إذا كانت الكلمة فعل أو اسم. فعل ثلاثي دائما إذا كان ثلاثي الألف منقلبة عن واو. سواء كان فعل أو اسم مكون من ثلاث حروف، تلقائي بتعرف إنه هو فعل أو اسم لازم يكون ثلاث حروف والألف دائما منقلبة عن واو، إذا كان انتهى بأي صورة، بصورة ألف قائمة. في حال كان غير ثلاثي، اسم أو فعل غير ثلاثي، هل كذلك بنحكي له الإجابة بتكون لأنه منقلبة عن واو؟ لا، تختلف الإجابة اختلاف تام شباب. لاحظ إذا كان غير ثلاثي، فعل أو اسم غير ثلاثي، لازم تكون الجواب شو ماله؟ الألف شرط تكون مسبوقة بياء، لازم هاي الألف القائمة شو يكون قبلها سبقها ياء. تعال نطبق لحتى تفهم. السؤال طبعا علل سبب كتابة الألف المقصورة بالصورة التي رسمت عليها في الكلمات الآتية. عندي دعا، الفعل دعا، ورجا، وسما، ونما. ناخذ المثال الأول أو الكلمة الأولى، دعا. دعا هل هي فعل ولا اسم؟ دعا فعل. ثلاثي أو غير ثلاثي؟ ثلاثي. ما دام عندي فعل ثلاثي دائما بنكمل الإجابة من عندك. إذا كان الفعل ثلاثي يا شباب أو الاسم ثلاثي، الإجابة بتكون لأنه منقلب عن واو. بذكر إنه فعل ثلاثي وبنكمل لأنه إحنا حافظين الإجابة، منقلب عن واو، دائما الألف منقلبة عن واو. رجا، لاحظ إنه عبارة عن فعل ثلاثي، ما دام فعل ثلاثي شباب شو بنحكي له؟ فعل ثلاثي، الألف دائما منقلبة عن واو. سما، لاحظ إنه كذلك فعل ثلاثي، الفعل الثلاثي دائما الألف شو مالها؟ منقلبة عن واو. في حالة كان ثلاثي دائما بنحكي إنه منقلب عن واو، بس بصفي عليك تعرف إذا كان اسم أو فعل، بس اعرف إنه اسم أو فعل ثلاثي أو غير ثلاثي. في حال كان معك ثلاثي إذا دائما منقلبة عن واو. تعال على الكلمات عصا ومها أوروبا. لو اجينا على عصا او العصا، قال التعريف طبعا شباب يعني ما بتغير من القاعده، بالعكس احذفها ما راح تاثر على الكلمه. عصا، لو اجينا على عصا، عصا اسم ولا فعل؟ عصا العصا اسم، ما دامها اسم يا شباب، العصا اسم. ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ من ثلاث حروف، عصا بدون قال التعريف هي عباره عن اسم ثلاثي. ما دامها اسم ثلاثي شباب وانتهت بهاي الألف القائمة، إذا لأنها اسم ثلاثي الألف منقلبة عن واو. ما دام انتهت الألف بألف قائمة وكان اسم أو فعل ثلاثي، بنحكي اسم أو فعل ثلاثي الألف منقلبة عن واو. يعني ما عليك تحفظ لي غير إنه فعل أو اسم ثلاثي الألف منقلبة عن واو. مها، لاحظ إنها اسم، ما دامها اسم شباب والألف قائمة، إذا لأنها اسم ثلاثي الألف منقلبة عن واو. ربا، لاحظ إنها اسم، الاسم كم حرف؟ ثلاثي، ما دام اسم ثلاثي دائما الألف منقلبة عن واو أو ياء، ما دامها ألف قائمة إذا منقلبة عن واو. في حال كان عندي يحيى واستحيا ونحيا، تعال نشوف نعد الأفعال، لاحظ إنه أكثر من ثلاثي، هي عبارة عن أفعال مش أسماء. يحيى واستحيا ونحيا عبارة عن أفعال. لو إجينا على هاي الأفعال شباب، ثلاثي ولا غير ثلاثي؟
أكيد فوق الثلاثي غير ثلاثي. باجي بجاوب إنه فعل غير ثلاثي الألف منقلبة عن واو، إياك، العبارة غلط. ما دامها غير ثلاثي ما بدنا منقلبة، انتهى موضوع المنقلبة. المنقلبة في حالة الثلاثي، ما دامها غير منقلبة بكل بساطة بدك تحكي لي يا مس إنها مسبوقة بيا بس. ما دام مكتوبة بصورة الألف القائمة لازم تكتب بصورة الألف القائمة إذا سبقت بيا. علل سبب كتابة الألف بهذه الصورة في كلمة يحيى، في كلمة يحيى بكل بساطة بنحكي يا شباب لأنها فعل، الكلمة فعل غير ثلاثي، والألف بإيش سبقت؟ مسبوقة بيا. استحيا كذلك نفس الكلمة، لاحظ إنها غير ثلاثي، هي عبارة عن فعل وغير ثلاثي، لكن الألف، ركز معي على الألف، مسبوقة بيا. وكذلك نحيا نفس السبب، لأنها فعل غير ثلاثي، الألف مسبوقة بيا. في حال هدايا وقضايا وعطايا ورؤية ودنيا، كيف بنعرف أو شو سبب كتابة الألف على صورتها؟ تعال معي على كلمة هدايا. هدايا يا مس، لاحظ الألف كتبت قائمة. طيب اسم ولا فعل هدايا؟ هدايا اسم. بما إنها اسم شباب، الألف هل هي ثلاثي أو غير ثلاثي؟ اسم غير ثلاثي، لاحظ إنها أكثر من ثلاث حروف. الألف بماذا سبقت؟ لازم شرط، خلص ما دام أكثر من ثلاث حروف لازم يكون قبلها ياء. ما دام الاسم أو الفعل انكتب بصورة ألف قائمة، ما دام في ألف قائمة وأكثر من ثلاثي، إذا لازم يكون مسبوق بيا. هدايا، قضايا، رؤيا، عطايا، إذا لازم يكون مسبوق بيا. في حال شباب، لاحظ أنا ما كتبت لك هون، حذفنا الألف، وطلبت منك في كلمة هدايا تكتب لي صورة الألف، اكتب لي الألف. لاحظ الألف يا شباب، بما أنها مسبوقة بيا، بما أنها سبقت بيا، إذا تكتب بصورة ألف قائمة، تكتب بصورة ألف قائمة. رؤيا، لاحظ إنها اسم انتهى، أو بدنا نكتب صورة الألف. الألف شباب، بما إنه مسبوقة بيا، بما إنه اسم مسبوق بيا، أو بدنا نكتب الألف بما إنه مسبوق بيا، إذا الألف شو بتكون؟ ألف قائمة. بكل بساطة إذا القاعدة الأولى بتحكي لنا الألف تكتب قائمة في أربع حالات. الحالة الأولى إذا كان اسم ثلاثي دائما الألف منقلبة عن واو، أو الحالة الثانية فعل ثلاثي الألف منقلبة عن واو، الحالة الثالثة إذا كان اسم غير ثلاثي الألف مسبوقة بياء، أو الحالة الأخيرة إذا كان فعل غير ثلاثي والألف مسبوقة بياء. في عندي حالة شاذة، طبعا هاي الحالة يا مس مطلوب منك تحفظ لي إياها، لأنه الكلمة انكتبت بنفس الصورة حكولنا إنه القاعدة هاي أو الاسم بنعتبره حالة شاذة. اعتبرنا الاسم يحيى حالة شاذة عن القاعدة، ولحتى نميزه عن الفعل طلبوا منا إنه نكتب الألف باسم يحيى، نكتبها بصورة الياء الغير منقوطة. ماشي شباب؟ لأنه الاسم والفعل بنكتبوا عنا بنفس الطريقة، صار في عندي يعني إنه صار الموضوع في خطأ، إنه كيف بدي أكتب اسم وفعل بنفس الطريقة؟ لذلك اعتبروها حالة شاذة وعملوا قاعدة للاسم يحيى انه نكتبه بصورة ياء غير منقوطة. ماشي؟ اذا يحيى لما نكتبه بصورة الياء، الاسم يحيى لما نكتبه بصورة الياء الغير منقوطة مش خطأ بالقاعدة، لا، لانه اسم شاذ عن القاعدة تمييزا له عن الفعل. يعني لما اجي احكي لك كيف بينكتب يحيى، الاسم اسم يحيى بتحكي لي يكتب بالالف المقصوره على صوره ياء غير منقوطه. شو السبب يا شباب؟ بكل بساطه لحتى نميزه عن الفعل، بينما الفعل بيضله مثل ما هو، يحيى بيضله الفعل مكتوب بالالف القائمه. لما احكي لك علل سبب كتابته بتحكي لي لانه اسم غير فعل غير ثلاثي مسبوق بيا. طبق هون، سميته يحيى ليحيى قائمه، اذا الفعل يحيى الف مقصوره بصوره ياء غير منقوطه، اسم يحيى بصورة ألف قائمة، الفعل علل سبب كتابة الألف بصورتها لأنه فعل غير ثلاثي والألف مسبوقة بيا، ما اختلف عن القاعدة، اللي شاذ عن القاعدة بس الاسم يحيى تمييزا له عن الفعل. هيك قاعدة الألف القائمة بنكون الاسم المقصور بالألف القائمة بنكون انتهينا منها. ننتقل على الألف المقصورة بصورة ياء غير منقوطة. تعال نشوف الألف المقصورة بصورة ياء غير منقوطة شو حالات
كتابتها. السؤال نفسه علل سبب كتابة الألف المقصورة بالصورة التي رسمت عليها. بدنا نعلل شو سبب كتابة الألف. الألف القائمة حكينا أسبابها، الألف المقصورة على صورة ياء غير منقوطة نفس الأسباب. شوف شو بدنا نغير، بس كلمة كلمة بدنا نغير من كل تعليل. فعل أو اسم، إما بدي يكون عندي فعل أو اسم ثلاثي طبعا، إما هو إما بدي يكون ثلاثي أو غير ثلاثي. في حال كان فعل أو اسم ثلاثي شو بنحكي له؟ الألف منقلب عن ياء. بالألف القائمة كنا نحكي منقلب عن واو، لكن في هاي الصورة الألف المقصورة على صورة ياء غير منقوطة بنحكي إنه الألف منقلبة عن ياء. في حال كان اسم أو فعل غير ثلاثي فوق الثلاثي شو بنحكي له يا شباب؟ بنحكي له لأنه غير مسبوقة بياء. لاحظ شو غيرنا، حطينا كلمة غير، استخدمنا كلمة غير. القاعدة لما كانت ألف قائمة حكينا لأنه مسبوق بياء، أما الألف الغير منقوطة، الألف المقصورة على صورة ياء غير منقوطة لأنها غير مسبوقة بياء. صار عندي كم عبارة؟ عندي أربع عبارات للإجابة. إما فعل ثلاثي الألف منقلبة عن ياء، أو اسم ثلاثي الألف منقلبة عن ياء، طبعا إذا كان الفعل أو الاسم انتهى بهاي الصورة، ألف غير منقوطة أو ياء غير منقوطة. إذا كان عندي فعل أو اسم غير ثلاثي بصير عندي الألف غير مسبوقة بياء. تعال نطبق. عندي سعى ومشى وهدى وقضى. سعى شباب شو رأيكم؟ سعى فعل ولا اسم؟ سعى فعل. فعل ثلاثي ولا فوق الثلاثي؟ ثلاثي. ما دام ثلاثي احنا متفقين الثلاثي سواء كان بالألف القائمة أو الألف المقصورة شباب، سواء كان ألف قائمة أو ألف على صورة ياء غير منقوطة دائما بنحكي لأنه منقلب. ما دام ثلاثي لأنه منقلب إما عن واو أو عن ياء. سعى فعل ثلاثي بما أنها صورة الألف ياء غير منقوطة إذا منقلب عن ياء. لو كان قائمة بنحكي له منقلب عن واو، بما أنه عن ألف مرسوم على صورة ألف مقصورة إذا منقلب عن ياء. مشى فعل، لاحظ أنه الفعل من كم حرف؟ ثلاثي، فعل ثلاثي الألف منقلبة عن ياء. قضى، لاحظ أنه قضى فعل، فعل ثلاثي الألف منقلبة عن ياء. هدى، هدى فعل كذلك ثلاثي والألف منقلبة عن ياء. السبب لأنها كتبت على صورة الألف المقصورة على صورة الياء الغير منقوطة. في حال يا شباب كان اسم، تعال نشوف الفتى، الهدى، القرى. لاحظ أنه عندي عبارة عن أسماء، الأسماء كم حرف؟ طبعا احذف قل التعريف بضل عندي ثلاث حروف، فتى، هدى، وقرى ثلاث حروف. الثلاث حروف يا شباب إذا أسماء ولا أفعال؟ الهدى، الفتى، القرى عبارة عن أسماء. اسم ثلاثي، لاحظ الألف بإيش انتهت؟ ما دامها انتهت بألف على صورة ياء غير منقوطة دائما منقلبة عن ياء. إذا هي عبارة عن اسم ثلاثي من ثلاث حروف ودائما هذه الألف منقلبة عن واو ولا عن ياء؟ منقلبة عن ياء. إذا إما فعل ثلاثي منقلب الألف منقلبة عن ياء أو اسم ثلاثي الألف منقلبة عن ياء. في حال كان غير ثلاثي تعال نشوف استسقى، اهتدى، افتدى. أفعال انتهت بألف مقصورة على صورة الياء الغير منقوطة. علل سبب كتابتها بهاي الصورة. إحنا متفقين بما إنه غير ثلاثي ما بنحكي له منقلبة لا عن واو ولا عن ياء، لكن شو بنحكي له؟ بنحكي له لازم يكون إما مسبوق بياء أو غير مسبوق بياء. إذا كانت ألف قائمة، ألف قائمة مسبوق بياء، ألف على صورة الياء الغير منقوطة غير مسبوق بياء. إذا لاحظ استسقى عبارة عن فعل، ثلاثي أو غير ثلاثي؟ غير ثلاثي، فعل غير ثلاثي، الألف مالها شباب؟ غير مسبوقة بياء. لو كانت ألف قائمة لازم تكون مسبوقة بياء، لكن هون الأفعال غير ثلاثية كتبناها بهاي الصورة لأنه الألف ما سبقت بياء، لو سبقت بياء كان لازم تكون ألف قائمة. افتدى كذلك فعل غير ثلاثي، لاحظ أنه أكثر من ثلاثي فوق الثلاثي والألف غير مسبوقة بياء. مصطفى والسفلى، لاحظ على مصطفى انتهت بألف على صورة الياء الغير منقوطة. علل، علل سبب كتابة الألف المقصورة بصورتها. أول شيء بدنا نعرف اسم ولا فعل؟ اسم، ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ اسم غير ثلاثي فوق الثلاثي. ما دام غير ثلاثي يا شباب خلص العبارة ظلت عندك، ما دامها غير ثلاثي شمالها لأنه الألف غير مسبوقة بياء. كذلك السفلى لأنه لاحظ سفلى وعليا، عليا مكتوبة بألف قائمة لأنها مسبوقة بياء، اسم غير ثلاثي مسبوق بياء. أما السفلى كتبت بألف صورة الياء الغير منقوطة، ليش؟ لأنها الألف غير مسبوقة بياء، إذن هو عبارة عن اسم غير ثلاثي الألف غير مسبوقة بياء.
شو صار عندي يا أدب يا شباب؟ اللي صار عندي إنه تكتب الألف بصورة ألف مقصورة ياء غير منقوطة في أربع حالات. الحالة الأولى إذا كان عندي فعل ثلاثي، إحنا اتفقنا إنه الفعل الثلاثي بنحكي له فعل ثلاثي الألف منقلبة عن ياء، أو اسم ثلاثي الألف منقلبة عن ياء، أو إذا كان غير ثلاثي اسم أو فعل نحكي له فعل غير ثلاثي الألف مالها مسبوقة ولا غير مسبوقة إذا كانت على صورة الألف الياء الغير منقوطة، لأنه فعل غير ثلاثي الألف غير مسبوقة، ركز بكلمة غير مسبوقة بياء. أما الاسم اسم غير ثلاثي الألف غير مسبوقة بياء. ننتقل طبعا السؤال الأول، هيك السؤال صيغة السؤال الوزاري الأول خلصناها. ننتقل للصيغة أو السؤال الوزاري الثاني، إما بيكون على صورة املأ الفراغ أو ضع دائرة، وبيجي بالأغلب على صورة الضع دائرة. في حال يا شباب كتبوا لي كلمة العليا وطلبوا مني أكتب الألف بصورة ألف قائمة أو ألف الياء الغير منقوطة، كيف بدي أعرف كتابتها؟ أنا بعرف أعلل في حال أعطاني الكلمة جاهزة، أنا بعرف أعلل أحكي له إنه شو سبب كتابتها إذا كانت ألف قائمة أو كانت على صورة الألف الياء الغير منقوطة، صرنا نعرف كيف نعلل. بس كيف أنا بدي أرسمها لو حكى لي أكتب لي الألف؟ كيف بدي أكتب الألف؟ لحتى نعرف كتابة الألف بدك تحفظ لي الجدول يا مس. مكتوب عندي إنه الألف في حالة الفعل في لي مفاتيح لأعرف أصل الألف قائمة ولا على صورة الياء الغير منقوطة. في حالة الفعل ركز معاي، في حالة الفعل أنا كاتب لك هون الفعل وهون الاسم، لأنه مفاتيح الأسماء غير مفاتيح الأفعال. في حال كان عندك فعل مفتاحك الأول، المفتاح الأول اللي بدك تستخدم لي إياه يا شباب المضارع. المفتاح الأول شو اللي معك؟ المضارع. المضارع كيف يعني يا شباب؟ لاحظ رجاء كتبت ألف قائمة، من وين جبناها؟ أعطيني الفعل المضارع لرجاء يرجو، لاحظ إنه يرجو منقلبة عن شو؟ واو. ما دامها منقلبة عن واو تكتب بصورة ألف قائمة ولا ياء غير منقوطة على صورة الألف القائمة. طب تعال على رمى، رمى المضارع منه يرمي، انتهى بإيش؟ بياء، والياء بتكون تكتب الألف على صورة ياء غير منقوطة ولا ألف قائمة على صورة ياء غير منقوطة. إذن المفتاح الأول للفعل لما أحكي لك شو أصل الألف أو كيف تكتب الألف بتروح للفعل المضارع. في حال ما زبط معك الفعل المضارع بتروح بتستخدم المصدر، بنجيب المصدر. مثلا رمى، لاحظ قام بعملية الرمي، بإيش انتهى الاسم؟ انتهى بياء، إذا تكتب بصورة ألف المقصورة الياء الغير منقوطة. ماشي شباب؟ ليش كتبناها رمى بصورة الياء الغير منقوطة؟ لأنه مصدرها الرمي أو الفعل المضارع رمى يرمي، يعني المضارع ظابطة معي والمصدر بيزبط. لكن في حال ما نفع معك المضارع بتروح تستخدم المصدر. مثلا لو استخدمنا كلمة مشى، مشى لاحظ معي شباب مشى فعل، ما دامه فعل إما بإمكاني أستخدم المفتاح الأول المضارع، مفتاح الثاني المصدر، وممكن أستخدم اسم المرة، وبكل الحالات لازم يطلع معي نفس الأصل، ما بصير في كل مرة يطلع معي شكل، لازم يطلع معي نفس الأصل. مثلا لو أجينا على مشى، المضارع مشى يمشي، لاحظ انه انتهى بياء، اذا الياء منقلبة اصلها او تكتب على صورة الالف الياء الغير منقوطة. لو اخذت المصدر قام بعملية المشي، انتهى كذلك بياء، اذا تكتب على صورة الالف الغير منقوطة. لو استخدمنا اسم المرة لاحظ انها شو بتصير؟ مشية، وبالتالي كذلك فيها ياء، اذا اثبتنا الاجابة انه مشى تكتب بصورة الالف الياء الغير منقوطة. إذا شباب المفتاح الأول للفعل حتى نعرف أصل الفعل أو شو أصل الألف كيف تكتب الألف المضارع، ما زبط معنا بنيجي للمصدر. اسم المرة اللي بده يستخدمه ترجع إليك، لكن أنا بفضل تستخدم المضارع لأنه أسهل طريقة وأسهل مفتاح. المضارع ما أعطاني الإجابة الفعل المضارع، بستخدم المصدر. هاي في حالة الأفعال. أو تستخدم جمع المؤنث السالم، بإمكانك بدال المثنى شو تستخدم؟ جمع المؤنث السالم. في حال كان الاسم أساساً جمع، أنا معطيك الاسم بحالة أو بصيغة الجمع، شو بتعمل فيه؟ بترجعه للمفرد. إذا كان مفرد بتعمله إما جمع مؤنث سالم أو مثنى. إذا كانت الاسم أساساً جمع أنت بترجعه للمفرد. وفي حالة أخيرة بإمكانك أنت تأخذ الاسم وتعمل نفس الطريقة اللي حكيناها هون،
ترجع الاسم لفعله، بناخذ من الاسم الفعل، ومن الفعل بنرجع للمضارع او المصدر. تعال نطبق نشوف. مثلا في حالة فتى، كيف بدي اثبت انه الالف تكتب بصورة الياء الغير منقوطة؟ جبنا منها المثنى فتى، فتيان. لاحظ انه فتيان الياء في عندي ياء، ما دامها ياء اذا تكتب بصورة الياء او الغير منقوطة. رضا، لاحظ انه بما انها المثنى من الكلمة يا شباب اعطاني الواو، اذا تلقائي الالف تكتب بصورة الف قائمة، وهكذا عصا، عصا عصوان، اذا تكتب بما انه في عندي واو تكتب بصورة الالف القائمة. في حال جمع المؤنث السالم شباب، لاحظ في عندي مها، مهوات، او عصا، عصوات. مها بما انه جمعها مهوات فيها واو، اذا الالف منقلبة او الالف اصلها قائمة. كذلك عصا بما انه جمع منها عصوات، اذا بما انه الواو موجودة عندي اذا تكتب بصورة الف قائمة. في حال كان عندي جمع يا شباب، كلمة اساسا جمع وانا بدي ارجعها للمفرد، وركز على الكلمات الموجودة بالكتاب، لانه الوزارة في معظم الاحيان بتجيب الكلمات الموجودة في الكتاب، ركز على الكلمات الموجودة في كتابك. في حال كان عندي قرى، قرى جمع مفردها قرية، ربا جمع مفردها ربوة. لاحظ انه قرى كتبت بصورة الياء الغير منقوطة، السبب لانه المفرد منها قرية، لاحظ الياء موجودة، الياء تكتب بصورة الف غير ياء غير منقوطة. ذرة كتبت بصورة الالف القائمة، السبب لاحظ انه مفردها ذروة، شو فيها الواو، الواو تكتب بصورة الالف القائمة. ربا كتبت بصورة الالف القائمة لانه المفرد منها ربوة، بما انه في واو اذا تكتب بصورة الالف القائمة. ما عرفت اجيب المثنى وارجع المفرد للكلمة الجمع للمفرد، او اجيب جمع المؤنث السالم مع انه الكلمات راح تكون موجودة بكتابك والسؤال راح يكون من كتابك، نستخدم الحالة الاخيرة اللي هي بتجيب مثلا في عندي الاسم علا، علا اسم، ما بدي اجمعه ولا اجيب المثنى منه ولا ارد انه اعمل ارجع الجمع للمفرد. بكل بساطة شباب، تاخذ علا وبتحول لي اياه للفعل، اعطيني الفعل من علا، علا الفعل الماضي منها على، حولها للمضارع يعلو، روح انا اخذت الفعل جبت من الاسم الفعل واشتغلت فيه حسب الفعل، على يعلو، لاحظ انه يعلو المصدر عملية العلو، اذا انا استخدمت من الاسم جبت المضارع، حولت الاسم للفعل وبعديها جبت المضارع او جبت المصدر، ولاحظ انه في كل الحالات طلع معي واو، بما انه واو اذا تكتب على صورة الف قائمة. تعال نطبق مع بعض. تفضل في عندك كلمات بدك تكتب لي اياها على صورة الف قائمة ولا الف غير منقوطة، ياء غير منقوطة. لاحظ اول خطوة هي عبارة عن فعل، ما دامها فعل شباب، ما دامها فعل اذا نيجي على صيغة الفعل، هي الفعل حكينا من المضارع، مفتاح المضارع، امتطى المضارع منه يمتطي، انتهى بياء، ما دام انتهى بياء بنكتبها على اي صورة؟ الياء دائما منقلبة عنها الالف، صورة الالف الغير الياء الغير منقوطة، إذا امتطى تكتب بصورة الألف، تكتب بأي صورة شباب؟ تكتب بصورة الألف المقصورة بهاي الصورة، امتطى. حمى فعل، ما دام فعل إذا كذلك بناخذ الفعل المضارع منه، الفعل المضارع يا شباب حمى يحمي، ما دام يحمي لاحظ إنه انتهى بياء، الياء تكتب على أي صورة؟ ألف قائمة ولا على صورة الياء الغير منقوطة؟ على صورة الياء الغير منقوطة، إذا حما شو بتصير في عندي؟ على صورة الألف الغير منقوطة، الياء الغير منقوطة. سعى يا شباب انتهى بالألف قائمة أو ألف على صورة الياء الغير منقوطة. بما إنه يا شباب الفعل، بما إنه فعل ناخذ المفتاح اللي معنا اللي هو المضارع. لاحظ انه المضارع من سعى يسعى، سعى يسعى، ما اعطاني الاصل، ظلت الف، ما بين لي لا واو ولا، ما بين معي لا واو ولا ياء. في هاي الحاله شو بنروح بنحول؟ ما زبط معي بالمضارع سعى يسعى، تعال نشوف المصدر. سعى قام بعمليه السعي، لاحظ قام بعملية السعي، بما انه قام بعملية السعي اذا الياء والياء بيكون اصلها الف على صورة الياء الغير منقوطة. اذا امتطى وحمى وسعى، لاحظ انها افعال وردت معي بصيغة الافعال، لذلك انه اخذنا مفتاح الفعل اما المضارع او المصدر. تعال معي يا مس نشوف
الجملة الأولى أو الكلمة الأولى. العليا تكتب بصيرة، لاحظ إنه هون حطينا حاولنا نجيب أسماء. العليا تكتب بصورة الألف القائمة ولا الألف المقصورة؟ العليا، شوف أنا ما بدي أرجع لهاي القواعد، بما إني شايف الياء، شايف الياء اللي عندي، هاي الياء بتريحك، ما بتحكي لك إنه كأنها بتحكي لك إنه لا ترجع لي للقواعد، حلها مباشرة. العليا بما إنها مسبوقة بياء، بما إنها سبقت بياء، بكل بساطة بنيجي بنحكي لها أنت انتهيتي بألف قائمة، لازم تكون ألف قائمة لأنها مسبوقة بياء. وفي حال ما عرفنا أو ما انتبهنا إنها مسبوقة بياء، بنيجي بنطبق. مثلا لو أخذنا على، رجعتها لفعلها، على المضارع جبته يعلو، وعملية العلو لاحظ إنها أصلها واو، إذا تكتب بصورة ألف قائمة. تعال معي على دنا. دنا فعل، ما دامه فعل نشوف المضارع، دنا المضارع منه يدنو، انتهى بواو، والواو يا شباب بنقل أصلها ألف قائمة ولا ألف صورة الياء غير منقوطة على صورة الألف القائمة. عصا، العصا طبقها واحكي لي شو بيطلع معك. عصا لاحظ انه العصا اسم، ما دامها اسم اما امام المثنى او الجمع، او اني اخذ الفعل واحول الفعل. بكل بساطة احنا اخذناها بالمثنى واخذناها بجمع المؤنث السالم، حكينا عنها عصوان وعصوات، لاحظ انه فيها واو، والواو دائما اصلها الف قائمة. اذا صار في عندي العصا ودنا والعليا. طريقة سهلة جدا شباب، انه مش صعبة، دائما ارجع للمضارع، إذا كان في عندك فعل حوله للمضارع، ما زبط معك تعال على المصدر. في حالة الأسماء دائما إما مثنى أو خذ جمع المؤنث السالم، أو رجع الاسم للفعل وبعديها حوله للمضارع أو للمصدر. طريقة كتير سهلة مش صعبة. السؤال الوزاري كذلك المهم كذلك، لأنه كتير بيجي عليه مكرر. إحدى الجمل التالية كتبت الألف المقصورة فيها بصورة خاطئة. يعني عندي جمل كل جملة فيها ألف مقصورة، هاي الألف المقصورة في جملة واحدة بس خطأ، أو كلمة أو كتابة واحدة لها خطأ. نشوف المثال الأول أو الجملة الأولى. دعا الرجل، لاحظ دعا الفعل، أنا اللي بيهمني دعا، هاي الألف المقصورة دعا. دعا كتبت بالصورة الصحيحة أو الخاطئة؟ بدنا نشوفها. دعا حولها للمضارع، طب بدنا نعرف أصل الألف، ألف بدي أعرفها، إذا كانت منقلبة صحيحة عن واو أو أصلها واو، إذا كتبت بطريقة صحيحة. إذا ما كانت مكتوبة بطريقة أو ما طبقت القواعد، إذا مكتوبة بصورة خاطئة. دعا المضارع منها، بما إنها فعل إحنا متفقين شباب، الفعل شو بناخذ منه؟ ناخذ المضارع. دعا يدعو، لاحظ بما إنه واو، إذا شو بنعمل فيها؟ تكتب على صورة ألف قائمة، إذا الجملة الأولى صحيحة. تعال على الجملة الثانية، مكة المكرمة أم القرى. طيب يا شباب وين الألف المقصورة؟ في كلمة القرى. القرى اسم ولا فعل؟ عبارة عن اسم. بما إنها اسم بدنا نتأكد من كتابة الألف، حكينا الاسم يا شباب إما بيكون جمع وبنرجع للمفرد، أو بنحول للمثنى أو لجمع المؤنث السالم، أو بنحول الفعل الاسم لفعل وبناخذ المضارع منه. بس لاحظ معي إنه القرى جمع، قرى جمع، رجع لي الجمع للمفرد، قرى جمع مفردها قرية، قرية، وبما إنها قرية لاحظ إنه بما إنها قرية يا شباب إذا فيها ياء، الكلمة فيها ياء، وما دام عندي ياء إذا تكتب بصورة ياء غير منقوطة. الإجابة إذا صحيحة كذلك. ربا طالبة نشيطة. تعال على ربا، ربا كذلك جمع، صح إنه اسم واسم بدل على جمع. ربا جمع مفردها ربوة، ربا جمع المفرد من ربا ربوة، طبعا موجودة عندك يا شباب بالكتاب وبالشرح وبالأمثلة، فلذلك انه سهل انك تجيب مفرد الكلمات. ربا ربوة، بما انها ربوة يا شباب فيها واو، اذا صورة الالف لازم تكون مكتوبة على اي صورة؟ واو ربوة لازم تكتب على صورة ربا، لازم الالف تكون قائمة، لازم الألف تكون موجودة عندي قائمة، لكن هون شو مكتوبة عندي؟ بصورة ياء غير منقوطة، إذا الجملة فيها خطأ، الكتابة للألف إنه فيها خطأ، فيها خلل، لكن ما بدي أخذ الإجابة، بدنا نكمل الإجابة، نشوف كل الجمل بعديها بنحكم. تعال على رثى، رثى لاحظ إنه فعل، رثى الشاعر صديقه، فعل، بما إنها فعل بنطبق على قواعد الأفعال بنحول للمضارع أو المصدر. المضارع رثى يرثي، لاحظ لو انه كتبناها رثى
يرثي، بما انه رثى يرثي وانتهت بياء يا شباب، اذا الياء تكتب على صورة ياء غير منقوطة. الإجابة صحيحة. إذا دعا صحيحة والقرى صحيحة ورثة صحيحة. الإجابة الخاطئة هي عندي ربا، لازم تكون مكتوبة يا شباب لازم تكون كتبت بالألف القائمة. لاحظ أنه لو حكينا لك من القضايا وحكيت لك أنه صحيحة أو خاطئة، الجملة صح أو خطأ مكتوبة بطريقة صحيحة أو خاطئة. لاحظ أنا كيف كتبت لك من القضايا، كتبنا الألف بصورة ياء غير منقوطة. طيب في صورة الياء، طب قضايا لاحظ أنها مسبوقة بشو؟ بياء. مدام سبقت بياء إذا الكتابة إلها مالها؟ خاطئة. لازم كيف تكتب؟ مدامها مسبوقة بياء دائما تكتب بصورة ألف قائمة. في حالات أنه ممكن تجيب، أنه ركز فيها أنه تضع دائرة على أي قاعدة جاية معك، بدك تشوف على أي قاعدة موجودة معك. مدامها مسبوقة بياء إذا تكتب على صورة ألف قائمة. السؤال الأخير موجود عندي بالكتاب كذلك يا شباب، اجمع الكلمتين الآتيتين مراعيا كتابة الألف المقصورة. يعني أنا معطيك كلمة بالمفرد بدك تحولها للجمع. قضية جمعها قضايا. لاحظ قضايا يا شباب ما دامها مسبوقة بياء، نفس اللي حكيناها هون، قضايا ما دامها مسبوقة بياء تكتب بأي صورة، ألف قائمة أو ياء غير منقوطة، تكتب بصورة الألف القائمة. لاحظ ربوة، ربوة مفرد بدنا نجمعها بتصير ربا. لاحظ بما انها ربا يا شباب، بما انها ربا وفيها واو، الواو دائما اصلها الف قائمة. هاي هي قاعدة اذا الالف المقصورة، قاعدة جدا سهلة شباب. هيك بنكون انهينا قاعدة كتابة الاسم الالف المقصورة. دمتم سالمين بعيدا عن الامراض والاسقام، ويعطيكم الف عافية.